معلش يا ولدي، حقك علي انا وبيتك الجديد. يا حكايه بيوت يا شيخ العرب، انا كل ما ابني بيتي يتهد يا ريت ايام الجبل ترجع. ابوي ما شفتوش، واول ما عرفت امي ماتت، واول ربنا ما رزق قلبي بطله من حبيب تكوى، واول ما عرفت معنى الصاحب والاخو خطف الموت. انا والد الايام الحزينه يا شيخ العرب، بيني وبين الدنيا صور بلا باب. ابراهيم انت هتسود الدنيا في وشنا ليه؟ الشيخ اسماعيل قال لي يا عديم الابو. واه يا جابر انت الكلام، اعتبرنا ابوك يا واد واسكت. اللي يقول لك يا عديم الابو قول له انا والد شيخ العرب همام. لولا الشيخ اسماعيل هو اللي قال لك كده انا كنت قطعت لسانه. وانا لولا انه الشيخ اسماعيل ما كنت سبته حي، لكن ما قدرش يا ازي ابو اغلى الناس. بيت مخك يا جابر، انت فيها ولا فيها؟ حياة من خلقني من عدم، وجودها في الدنيا وهي بعيدة عني كده، وابقى سامع عنها سمع، هو باب رحمة ربنا اللي بيعايش. ربنا يرحمنا جميعا. يلا جابر روح ارتاح شرق المناظر. ربنا يهدينا ويهديك يا ولدي، مفيش فايدة اللي عقله منه هج. محدش يقدر يدعم عننا غير الشيخ الازهر يا شيخ العرب. الشيخ الحفني؟ ايوه، هو الوحيد اللي ممكن يمنع او ياجل تجريده المماليك، لان هيبته شديده، ولانه مخالفته ليه معناها مخالفته لشرع ربنا. واللي يخلي مولانا شيخ الازهر يتدخل في حاجه زي دي ويحط رجله الشريفه في الفتن؟ انت يا شيخ همام. انا؟ وانا مالي يا بوي؟ أنا أعلم إن بينك وبينه رسايل ومراسيل، وإنه بيحبك وبيثق فيك. وفرجنا يا بيه. أيوه هو حبيبي وشيخي، بس إيه اللي يخلينا أدخله في الداير دي؟ حقدا لدماء المسلمين، وعشان نطمن الشيخ الأزهر إن علي بيه وصالح بيه مش عايزين حروب، بالعكس دول عايزين سلام بشهادة حبيبه الشيخ العرب همام. مين قال إنك عاوز سلام يا بيه؟ انت عاوز ترجع مطرحك باي طريقه؟ والسلام طريقه؟ انا لو خلوني ارجع بسلام انا وصالح بيه مش عايز نقطه دم واحده من المماليك تنزل على الارض. وبعدين معاك يا عادي فيه، هو الصعيد غير طبعك ولا ايه؟ اطمن شيخ الازهر انك اطمنت لي يا شيخ العرب؟ طمن طمن. من علي بيك المملوك إلى مولانا وأستاذنا وعظيم القدر والشأن حامي حمى الإسلام الشيخ الحفني، ولم يكن ولن يكون غرضنا يا مولانا إلا الخير، وليس لي مطمع في حكم ولا ملك، وأريد أن أعود إلى داري في أمان وسلام وأعيش وسط إخواني، وإن لم تقبل شهادتي لوشاية الواشين فاقبل معها شهادة من تثق به وتحبه وضمانه وختمه وشفاعة شيخ العرب همام لي عندك، والسلام. خدنا الجبل يا جابر، أنا راضية. أنت مش حملة عيشة الجبل، خلينا هنا أحسن يوم وليلة. الجبل عندي أرحم من اللي أنا فيه. زعلت على البيت اللي ولع؟ عيد بني غيره. أنا زعلانة على بيتي اللي فضلت فاكرة إنه بيتي وطلع بيت غيري. ما عادش قلبي قادر يستحمل بيتنا ولع وكنا هنموتوا فيه، وانت عايز تفضل هنا جنب حبيبتك يا جابر؟ والله حرام عليك. مش بخاطر، مش بخاطر يا ام عيالي، قلبي مش ملك حد، يا ريته كان ملكي كنت ارتحت. امال ملك مين يا جابر؟ ملك يا نظام، ملك ليلى. حرام عليك. يعني اعمل ايه؟ اكدب عليكي؟ ده انا عايش على امل اني اشوفها. تعرف الغيره اللي جوايا ساعات بتبقى اكبر من ان اتحملها، وابقى عايزه اقوم وانت نايم وبتحلم بيها اموتك.
ما تغيري جو يا نظام وتشوفيني نايم وانا احلم بيها موتيني، ما ازعلش منك عشان هموت وانا معاها. افرحك؟ ابوها كسرها رجليها. هل سبعت الشر عليك يا ليل؟ يتكسر قلبي ولا حاجة تمسها بسوق؟ حرام عليك. حبيبتي قاعدة في بيت ابوها مكسورة وانا لسه حي وهتنفس. لا، قاعدة هنا وفوق منك يا جابر. نظام هتحبيني صح؟ هو ده اللي معذبني. لو هتحبيني روحي اطمني عليها. ايه؟ ايوه، سلمي لي عليها وقولي لها جابر قلبه اتكسر لما عرف. كفاية، حرام عليك. ولو هتحبيني قوي خليني اشوفه ولو من بعيد. والله حرام عليك. احب على يدك يا نزار، احب على يدك. اهلا اهلا مولانا الشيخ الحفني، مقامك لدينا عظيم. جزاكم الله خيرا يا خليل بيك. يا مولانا انت تزار ولا تزور؟ تأمرنا نجي لك الجامع الازهر ونبوس الايات. اسمع يا خليل بيك وانت يا حسين بيك وباقي المماليك، انتوا عاوزين ايه من البلد دي؟ كل خير يا مولانا. خير؟ فين الخير ده؟ خربتوا البلاد ونهبتوا العباد وروعتوا الآمنين. مولانا احنا نظام وفتن ونزاع وقتل ودمار وسلب ونهب، اي خير يا بكوات؟ احنا بنحارب الشر يا مولانا. شر؟ اي شر؟ علي بيه شره قديم ومعروف، بعدين ده هو وصالح بيه قطعوا عننا القمح والقصب. نستنى بقى لما يجوا لحد بيوتنا ويقتلونا ونسلم عليهم عشان نبقى طيبين. اسمع، لا تسخر ولا ترفع صوتك في حضوري. العفو يا مولانا. علي بيك في النهاية منكم مش مننا، واخوكم وخشداشكم ومن نفس معدن نفوسكم، وانا نهيته ووبخته وهو رضخ وبعت لي مواثيق وعهود تثبت ان غرضه الامان والرجوع لبيته، وشهد له من اقبل شهادته. ده كذاب وغادر يا مولانا. الصلح خير، اصطلحوا مع بعضكم وريحوا انفسكم وارحموا الناس. علي شر وخاين وعايز ينفرد بالبلاد. تقولوا ايه يا بكوات في الشيخ الحفني؟ شيخنا ومولانا وحبيبنا. وانا جيت لكم وبدون قسم بطلب تأخير التجريدة والانتظار والسعي للصلح بوسطي. قلتوا ايه؟ يا مولانا حسين بيك تأدب، مولانا الشيخ الحفني يؤمر. عاملة ايه ست ليلى دلوقت؟ بخير أصيلة يا نظام، جاية تسألي عليها بعد اللي جرى فيكم؟ تلقاها جايبه عمل لبتي. أنا مش بتاعت الحاجات دي يا ستي ولا افهم فيها، وهعمل عمل الولايه دي؟ معلش يا حبيبتي معذوره، انا جايبه لها حاجه تشربها تقوي العظم وتخليه يلم. كتر خيرك تشربي منه الاول. بس ده ليه كسور؟ ماليش صالح، تشربيه نشربوه غير كده لا. حاضر اعمله واشرب منه. رايقين عيالك؟ الحمد لله بخير، ممكن بعد ما اعمله واشرب منه اشوف الست ليلى. بس تشربي الاول. وبعدين يا خليل بيه، تدخل شيخ الازهر في الامر هيعقد لنا الامور، ولو بلغ الناس اننا رفضنا طلبه هنبقى في كفه الكره ونفقد الشرعيه، ولو وافقنا نبقى سلمنا رقبتنا لعلي بيك. بالظبط، اعتقد كده لابد نبعد القهوه لمولانا الشيخ الازهر. مفيش حل تاني. يا انت ليلى؟ ايوه انا. وانت مين؟ انا نظام مرات. اهلا وسهلا. انت فعلا جميله قوي يا ليلى. الله يخليكي. اشربي يا ليلى. واه دوا مر قوي. دايما الدوا مر. ليلى
في واحد بيسلم عليك يا ليلى. مين؟ جابر. جابر؟ تعرفي؟ لا. هو يعرفني؟ ما يعرفش غيرك يا ليلى. ويسلم علي أنا كمان ليه؟ ده عايش عشانك. كتر خيره وكتر خيرك. تعالي استندي علي، بصي من الشباك وشمي هوا ربنا. انت تعرفي جابر ده؟ انا زي ما كنت سمعت الاسم ده قبل كده. ايوه اعرف. تعرفي من فين؟ يبقى قريب يا ليلى. تحبي تشوفي؟ اشوفه كيف؟ لو طلعتي من الشباك هتشوفي. صح صح. تعالي على مهلك. مفيش حد بيني وبينك يا شيخ اسماعيل، قول اللي جواك وانا سامع. بص انا مش مقابله، لو عاوز توفق بينه وبين صالح بيه عشان المصلحه طلع حوارة من اللعبة. وانا موافقك في دي، حوارة يفضل مطرحهم في المنيا قدامنا وراه حيطتنا وظهره، يعني معاه ولا عليه. قلت ايه؟ اهو كده انت تغفر يا شيخ اسماعيل، وكلامك يمشي على الكل واولهم همام. انت الكبير يا شيخ العرب، واسماعيل هيحبك. وانت حبيبي يا شيخ اسماعيل. حقك علي يا ليلى، حقك علي يا ليلى، حقك علي. انت يا ابوي ما هعملش كده تاني. بعد عننا، انا حالفه. صوم ثلاث ايام يا بنت الشخيوزه. لا انا مش حمل صوم، يبعد عنا اريح. لا صومي وارجع مع جوزك، مفيش اوعر من بعد يا بنت ابوي. البنات رجلها تتكسر يا اسماعيل. اسكت يا صالحه. لا ما اسكتش. غشيم ومستعفي على بنتك العيانه ليه؟ لم دورك. عموما لو عاوزه تقعد عند اخوك لحد رجل ليله مطيب اقعد براحتك. اقعد العمر كله. مين يا ابوي يحملك العمر كله؟ هو بس الشيخ اسماعيل اللي يقدر يستحملك. القعده دي قعده مخصوصه، واحنا سامعين بودنا وقلوبنا. انا زي ما عرفت اديت كلمه العالي بيه على عهد بيني وبينه، وبعد موافقتكم حصل. حصل يا شيخ العرب. طلباته ما تخلص، والمصلحه زي ما قال الشيخ اسماعيل وانا اقتنعت بكلامه، ان هواره تفضل في الامان، نبوظهم لبعض. هو دي عين الصح. ما اقدرش اغامر بناسي وديتش في حرب ما تخصنيش، ولا اقدر بعد العهد اسيبه واقول له كمل وحدك. والعمل يا شيخ العرب؟ احنا نفضل معاه لحد المنيا، وهناك يكمل هو ومعاه فرقة من هوارة، تفضل وسط ديشه لحد بوابات المحروسة، ويكمل هو والفرقة ترجع. يبقى لا سبناه ولا رحنا معاه، ودينا في النصر يد وهي خبرة. يا شيخ العرب مفيش بعد قولك. مين فيكم يصلح على رأس الفرقة دي؟ اللي تشوفه يا شيخ العرب هو اللي يصلح. محدش يصلح غير الشيخ عيسى. واه كبرتني يا شيخ العرب وخلتني فوق فرقة، والله كبيرة منك دي اليوم القيامة. انت تستاهل يا عيسى. أأظمأ وأنت العذب في كل منهل، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري، خبير بضعفي راحم لشكايتي،
قدير على تيسير كل عسيري. يا سويت الآلة العلم ترفع والجهل نازل يرخ، العلم ترفع والجهل نازل يرخ. سبحان الله. خير يا مولانا؟ خير إن شاء الله، كله خير. مولانا مالك؟ من فين بن القهوة؟ ده هدية من خليل بيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما فيها حاجة يا مولانا؟ فيها قضاء الله وقدره ولحظة لقاه. الطبيب! الله هو الطبيب، واللي هتجري عليه مش هيلحق. كمل بدالي قراية الربع الأخير من المصحف، هتلاقي العلامة. كمله قبل أي حاجة، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا سويت اللالة شملوا الحزين. إيه؟ الشيخ الحفني؟ ملامحك سعيدة والخبر محزن. روح بلغ أمه بسرعة، قول له إن الشيخ الحفني مات بالسم على إيد خليل بيك وحسين بيك. اتحرك! حاضر. هي دي اللحظة اللي بعتها القدر لعلي علشان همام يمد ايده الكاملة ليا وبدون اي تردد. مرحبا مرحبا والذهب بيه. عظم الله اجرك في مولانا شيخ الازهر الشيخ الحفني يا شيخ العرب. لا اله الا الله. لا اله الا الله. والله كان جبت لي خبر ابوي من تاني يا ابو الذهب بيه. مات شهيد مسموم، قتلوه بالسم حسين بيك وخليل بيك لما راح يأنبهم ويوعظهم ويحشهم عن الحرب وأذية الخل. كمان كيه شيخ الحفني يموت مسموم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإحنا لسه مدين إيدينا ليك ونصالح بك والمصر كلها بالخير يا شيخ العرب. أنت اللي بتطلب مني أمد إيدي في إيد علي بيه؟ يا راجل ما تجيش منك إنت. اسمع يا صالح ليه، علي بيه دي ممكن يبقى خاين ولئيم بس ذكي وعارف إن مصلحته معانا. لو اتفقتوا سوا ممكن الدنيا هناك تتغير في بحر المحروسة. علي بيه شديد، لو قاعد على كرسي المشيخة هيأمن لك جرجي أكثر من أي حد غيره. الصعيد كله هيبقى في يدنا من غير قلق. لو أنت رفضت تمد بيدك تضمن من غيره؟ ما هو برضه مش مضمون. يبقى المصلحة تحكم ومصلحتنا معاه. والضمان ايه؟ العهد واليمين على الخاين. ولو ملك هناك هتبقى فايدة كبيرة. الدنيا زي ما انت عارف مش على حال، واحنا قبل كده مدينا يدنا الكشكش بيه يبقى علي بيه اولى، وانت عارف عنده كبير. والله يا شيخ همام انا عشان خاطر واحد زيك ممكن امد ايدي في ايد الخسيس، ولو انت ضمنه انا موافق. انا ضمنك بيه، وانا امد ايدي للنار في ضمانك يا شيخ العرب. ربنا ما يحرمني منك يا صالح بيه، خلتني اصدق ان الواحد ممكن يبقى له اخ ومش من دمه. انا رقبتي في ايدك في امان يا شيخ العرب. جبلها رقبتها يا صالح بيه.
حط يدك يا علي بيه، حط يدك يا صالح بيه. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، بحق هذا الكتاب الكريم، وحق هذا الكتاب الكريم، أن أوفي بالعهد الذي قطعته على نفسي، أن أوفي بالعهد الذي قطعته على نفسي تجاه صالح بيه، تجاه صالح بيه، وتجاه علي بيه، وتجاه علي بيك، بشهادة المولى عز وجل قبل الكل، وبشهادة المولى عز وجل قبل الكل، وشهادة شيخ العرب همام والد يوسف أحمد، وشهادة شيخ العرب همام والد يوسف أحمد، وشهادة الشهود من المماليك والهوارة، وشهادة الشهود من المماليك والهوارة، يمينا على كتاب الله، يمينا على كتاب الله، ومن خالف هذا العهد، ومن خالف هذا العهد، قطعه الله بسيفه قطعا وقسمته الفاتحة، قطعه الله بسيفه قطعا وقسمته الفاتحة، الفاتحة. شيخ عرب همام، أنا ليه عندك طلب ورجاء؟ تحت أمرك يا هانم، أمري. أنا حرم عثمان بيك الفكاري. يعني حضرتك مش من حريم علي بيه؟ بعد هروب عثمان بيك أخدني أسيرة عنده. وطلباتك إيه يا هانم؟ تعتقني من علي بيك وأكون مدينة لك بالفضل ده طول عمري. لا حول ولا قوة إلا بالله. فضل حضرتك مطرحك ضيفة معززة عنا، اللي عاوزه ربنا يكون. وده سر الشيخ عرب. سلك في بيتها بنت الناس. سلام عليكم. عليكم السلام. خير يا همام؟ عاوزاك في ايه ستنا الشيخه؟ عاوزاني في طلب. مالك؟ ماليش، بس بيقولوا كل اللي يشوفها يتعلق فيه. اللي يشوفها يا ستي، انا اتحتت معاها وانا طالع في الارض. برضو عاوزاك ليه؟ ولا سر؟ ايوه سر. واه، سر علي انا؟ بعدين يا صلاح، بعدين، كله باوان. ونويت ميتة إن شاء الله. نويت على إيه؟ على أوانه يا أبو درويش. لما روحك يا صلحة، أنت مرة كبيرة عيب. أتكلم لك بحراوي عشان أعجبك؟ قول لي شيخ عرب، إيه يعجبك شيخ عرب؟ قول لي. وأنا لو عايز 100 جارية تتحدث معايا بحراوي، إيه اللي يمنعني؟ إيه اللي يمنعك؟ أمنعك أنا. بأمارة إيه يا صلحة؟ فرجيني. كذا أمارة. بنت عمك ومرتك وحبيبتك وام ولدك. يبقى تسكتي وتوعي الحديد زين. هقول لك ايه يا همام؟ هتقول لي المره دي وسوست لك وقالت لك ايه ورجعتك شارب كده ليه ولا لا؟ صالحة، هتسيبيني انام مرتاح ولا نويت تضيقيني؟ قول وبعدين نام على راحتك. ما هقولش وهنام مرتاح. وانت روحي نامي مع ورد اليمن. يلا. هكلمك صح. وانا هتكلم صح. روحي نامي مع ضرتك، ما فيهاش رعف. خلاص، قول ونام على مهلك. وانا ما ارجعش في كلامي. يلا روحي نام هنا. يلا توكلي. ايه اللي حصل؟ اقول لك ايه، لمي روحك. هتضايقيني هسيبك وانام وحدي في اي حته. لا لا، فرشتك وقعدك. اتفضل. ده بس كلام يعني؟ عسل. ايه اللي زعله منك؟ وانت مالك؟ واه، خلاص يا بوي براحتك. ده السر جاب علي انا يا همام. ايوه، ايه هو السر ده؟ وش معنى عليك انت؟ هتتخمدي ولا ولع فيكي؟ واه، باين على همام طلع روحك. طلعت روحك انت. ورد اليمن. نعم. انا متغاظه قوي. متغاظه يبقى تقولي لي. خاتون عفريت هانم دي مالها؟ واقفه جاره الملكونه هتوسوسه. دي غلبانه قوي، ما هتقومش من على سجاده الصلاه. ايوه، بس كانت هتقول له ايه وليه ما رضيش يقول لي؟ همام شهم، والمره لو قالت له على طلب ما ينفعش يقول ويكسفها. لا، بس يقول لي انا صالحة ما يداريش علي حاجة. ما انت لو سبتيه كان هيقول. هو ما يحبش حد يقول له قول. اسم الله اسم الله، الربعية هتعلم امها الرعية.
هتعلميني يا بنت همام هيحب ايه وما يحبش ايه؟ لا بعد الشر انا هقول على قد مخي يعني انه ما دراش هو ما كانش عاوز يقول دلوق لانه ما يخبيش حاجه على صالحه ابدا. ايوه كده تعدلي. بس ممكن تكون قالت له ايه؟ ما حدش عارف. يمكن قالت له انا عاوز اتجوزك. في مره تقول لراجل عاوز اتجوزك؟ مش عرفنا، مش يمكن كده في بحري؟ مركومة عاوز يقضي عليك. لا الدور ده حسيت انه هيكبرني من ساعه ما زعج مع اسماعيل، وانا حاسس انه عرف قيمتي. اشمعنى؟ حاسس كده، وقبل كده قعدني مطرحه في المجلس. عاوز تبقى شيخ عربي يا عيسي؟ عاوز ابقى بقيمتي يا رحمه، عاوز ابقى كبير وباعتراف. يلا جهزي لي حالي يا بنت عمي يا حبيبتي. اول مره تبقى راجيك كده في الكلام. عشان نفسي راضيه، اداني مقامي. ترجع بالسلامه. حريمكم يا علي بيه. بس انا سايبهم امانه عندك وضمان يا شيخ العرب. الرجاله ما عاوزاش ضمان يا علي بيه، وانا ارجل من اخذ حريمك ضمان عندي. يا سلام، طول عمرك راجل شرف ومروءه يا شيخ همام، وده يرعاني من الاول. انا كمان طمعان في مروءتك يا علي بيه. رقبتي يا شيخ همام. خاتون هانم. خاتون هانم؟ مش فاهم. خاتون هانم حرم عثمان بيه الفقاري لجأت لي واستنجدت بي، وانا بستأذنك انك تسيبها. اسيبها؟ اسيبها لمين؟ هنبنوا لها بيت كبير في خدم وعبيد، ونسيبها براحتها تذكر ربنا. هو دي طلبها ورجاءها منك. تعرف انا قبل سفري جاي استسمحك انك تخليها هي بالذات تسافر معايا الحرب. انا مش قادر اتخيل حياتي بدونها ابدا يا شيخ همام. علي بيه انت راجل وتعرف ان الرجولة والكرامة تقدر تعفي وتسامح مرة ما عاوزاش تقعد مع حد غصب عنها. انا لو لقيت في عين مرضي نظرة كرة ما تقعدش في بيتي ليلة. طيب تسمح لي القي عليها نظرة؟ اودعها يا شيخ همام. تفضل علي بيه، بيتك ومطرحك. ايوه ارجوك تعالي معايا، هعمل لك هناك بيت لوحدك. انا حسيت بالراحه هنا، ارجوك تسيبني على راحتي. عمري ما حبيت حد قدك، انت الوحيده اللي اغلى عندي من طموحي يا خاتون. سعد جهز الركائب للهوان. شاكرين ضيافتكم وشهامتكم ومرؤيتكم يا شيخ همام. معاك للمنيا يا علي بيه، ما نهملكش غير هناك. والله ما يصح. من غير يمين يا بيه، تفضل. انت ما رحتيش معاهم ليه يا خاتون هانم؟ شيخ عرب همام طلب من علي بيك ان افضل هنا. يا مرحبا يا مرحبا. وعجبك السعيد انت يا هنا؟ قوي. عجبك قوي؟ يعني قوي كمان؟ يا مرحبا يا مرحبا. دي جميلة، عمري ما هنساها وهفضل طول عمري ادعي له. ادعي لنا كلنا يا حبيبتي، ادعي لنا ان ربنا يلطف بينا. سبتها ليه يا همام؟ جميلة؟ وهيكمل جميل وميتة. بشكرك على أول خطوة يا شيخ همام، وطمعانين في الثانية والتالتة. الثانية والتالتة كمان، طريقك ملهوش آخر يا علي بيه. الطمع في الخيرين مشروع يا شيخ العرب. طمعان في إيه يا بيه؟ فورك. طبعا
طمعان في رجالة هوارة. اسمع يا بيه، كل اللي اقدر اعمله معاك وقدام الشيخ اسماعيل اهو، هوارة تبقى معاك مش عليك، يعني يفضل في ظهرك ماشي من غير حرب. ايه يعني؟ يعني احنا اخرنا هنا المنيا وانت تكمل. وبكده نبقوا امننا معاك كتير يا علي بيه. ايوه والشكر ليكم واجب، لكن افهم برضه. يعني لحد هنا المنيا خلص المشوار، هواره هيفضلوا معاي، ظهري ليك وحمايه ليا. ايوه يا شيخ العرب، بس انا كنت طمعان يعني. احنا برضه مش هنسيبوك يا بيه، يبقى معاك الشيخ عيسى الهواري ومعاه فرقه واحده من هواره، عشان تعرف انا بعد معاك مين، والد عمي واغنى صاحب، هيفضل معاك لحد النصر باذن الله، بعدها يرجع لنا ومعاه البشاره، وتكمل انت وصالح بيه لحد المحروسه. ها وفينا معاك الا وفيته، ده انت وفيته وزياده كمان. الف شكر يا شيخ العرب. ادعي ربنا ان الوجوه تتقابل تاني يا شيخ العرب. يا رب يا صالح بيه، يا رب في الخير ان شاء الله. عناق الاحباب يخفف الام البعاد يا شيخ همام. مع السلامه يا صالح بيه. مع السلامه. السلام عليكم يا علي بيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فضلك بيلف الامد يا شيخ. العفو يا بيه. اعلم يا بيه ان بينا عهد الله، وعد الله حي لا يموت. في امان الله. واعلم يا بيك انهم الليله غافلون، وان نوبات الحراسه لدى حسين كشكش بالناحيه الشرقيه يكثر بها الهرج ويقل انضباطها قبل الفجر من كل يوم. عظيم يا حسن يا جوجو. خاين اصيل. بس تفتكر بيخونهم هما بس ولا بيخونوا الكل؟ الخاين خاين يا مولاي. مظبوط يا مملوك. قولي هتتقابلوا تاني فين وامتى؟ في الغروب عند الناحية الجنوبية. عظيم جدا. انا عايزك تهمس في ودنه بشكر ليه، وبلغه كمان اسفك الشخصي على وفاة اخت ابو الدهب بيك، وان ابو الدهب بيك هيتغيب لمدة يومين علشان يدفن اخته ويرجع تاني. فهمه ان ده كلامك انت ليه، وقول له كمان وحلفه انه ما يفشيش السر ده، لان الحرب ممكن تتاثر بمعلومه زي دي. اتفضل. عمرك. عظم الله اجرك يا ابو الدهب بيك. شكر الله سعيك علي بيك. واضح انه مش لوحده. مماليك ومماليك صالح الاسمي وشيخ العرب همام وهواره. شيخ العرب همام مش معاه، هو بيأمن بلاده بس من أي هجوم، واقف وراه ومش هيتقدم تحسبا للظروف. وعرفت إيه كمان من معلومات حسن بيك جوجو؟ عرفت كتير، والمعلومات هتوصلكم تباعا. أنا ليا عيون في كل مكان والهدف واحد. غذي حبك لينا بكرهك لعلي بيك قد ما تقدر حسن بيك جوجو. اقترب وقت المعركة يا علي بيك.
يأمن لنا طريق الهروب للقاهرة. نرجع كرسي المشيخة، نحمي نفسنا وراء أبواب القاهرة الستة، ونقفل أبوابها في وش علي ده. مفيش وقت، اهربوا. وانت حسن جوجو؟ أنا هقاتل معاكم لحد آخر لحظة، روحي فداكم. المهم انكم تهربوا للقاهرة وتقفلوا الأبواب وما تفتحوهاش إلا ليا أنا بس، وبالبرهان إن الله لا يحب كل خوان أثيم. مجهودك كبير يا شيخ عيسى، ما عملناش حاجة، وبطلب الإذن للرجوع لفرشوم. أنت مش هتحضر معانا دخول القاهرة يا شيخ عيسى؟ لا عاد، أنا آخر مهمتي حسب أوامر شيخ العرب أمام هنا. ما تنساش يا شيخ عيسى تبلغ تحياتي لحبيبي شيخ العرب أمام. يوصل. سلم عليه واشكره، وجدد معاه العهد يا هواري يا أصيل، وقول له الدايرة قربت تكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نادم يا بولس على أصحاب الشكاوى. اسمعين، واسأل درويش وشاهين يقعدوا جاري وانت جارهم. حاضر. درويش، شاهين، قرب يا بول، قرب. ممكن كلمة يا شيخ العرب؟ قول يا شيخ يحيى. اعلم يا شيخ العرب ان الانفاق تمت وتقدر تشوفها، كل نفق طوله اكثر من 200 قصبة. الله اكبر الله اكبر، بشرت بالخير يا شيخ يحيى. هذا الشيخ عيسى اهو، الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك يا شيخ العرب. علي بي وصالح بي على ابواب مصر. الله اكبر الله اكبر، حلوانك مفاتيح الانفاق يا شيخ عيسى. شيخ يحيى، هتدي المفاتيح للشيخ عيسى الهواري 7 هوارة. محدش يدخل من ابواب المحروسه الا حسن بيك جوجو بس، وبالبرهان. مرحبا. مرحب بيك، انت تعرفني؟ انا سلام، وكنت فايت لقيتك، قلت اجي اسلم عليك. اهلا وسهلا. لو شفتي همام قولي له يصبر. انت تعرفه؟ ايوه، سلمي لي عليه قوي وقولي له يصبر. ها انت رايح فين؟ رايح اشوف الورد والونه. تلونه؟ تلونه ازاي؟ الونه بعيني، كل ما عيني تعوز لون تلاقيه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممنوع. أنا حسن جوجو. إيه برهانك؟ إن الله لا يحب كل خوان أثيم. افتحوا الباب. يا رب، جنسه ايه جوجو دي؟ بوشين، لعب على الفريقين، وما تعرفش قلبه مولي يمين. احكي لي عن علي، حاله واحواله ونيته ايه؟ طول الوقت صالح به جار، يضحك في وشه ويلاطفه، وفي المعارك شرس زي الغول، لكن عمري ما حبيته. وهربت يا عيسى انت وهواره؟ 3 ليالي ما عرفوش يكروا ناحيتنا، وكروا ناحية ابو الذهب وعلي كذا مرة. شديد يا عيسى. وانت كنت بتاخد الاوامر من مين يا عيسى؟ من علي ولا صالح؟ محدش له امر عليا غير الشيخ همام وبس. قلت لهم الاول حددوا مطرحي وقولوا مهمتي، بعدها محدش يزيد ولا ينقص. جدع يا عيسى. وعلي كان عامل معاك ايه؟ عينه علينا زي ما كانت عينه على عدوه، ويستعجب من ديش نويسكو. مات من تلانا كتير. 7 الشيخ العرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. حدد لي مطارحهم وبيوتهم واحد واحد. معايا يا شيخ إسماعيل؟ معاك يا شيخ العرب. وعلي بيه هيبلغك السلام وتجدد العهد، وهيقول لك الدايرة جربت تكمل. دايرة؟